أتذكرين؟ لا والله. أنت؟ لا والله. هكذا حدثنا عن البشر. أتذكرين؟ ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان ديربي. سوريا لي، سوريا لك، سوريا إلنا كلنا. القشة والبعير. وهي لعبة قديمة غير لعبة الحمار والجزرة، عندما تأتي وتركب عليه وترمي بالجزرة أمامه عبر العصا والحبلة ويركض خلفها فتبتسم لأن ركضة الحمير فيها الخير للبشر. ثم يتعب الحمار فينسى جوعه وينسى الجزرة ويقرر أن يرتاح، ولكن هيهات يا حبيبي هيهات، تقول لك العصا وهي تعلم على أجنابك، وكأن أمك قد دعت عليك ذات يوم مقمر هذه الدعوة اللطيفة. أنت حمار لا تستحق الراحة، محكوم عليك بالرقد، والرقد العبثي بالنسبة لك والبناء بالنسبة للراكب عليك. ويا راكب الحمراء قناطير، سلم على أحباب قلبي قناطير. وطير يا حماري طير، حتى لو ضاقت بك الطرقات شغل مخك. بس يا معلم أنا حمار ومو مطلوب مني تشغيل المخ. وتتعب 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 وتقرر أن تغير اللعبة فتحولها إلى لعبة القشة والبعير. هيك ما بتكون غيرت كتير بالمواصفات، لأنك أنت الذي ستأخذ دور البعير المنتظر للقشة التي ستقصم ظهره. خلاص النهاية بالنسبة إليك، خلاص انهيار الأحلام وتداعي جبال المستقبل الجليدية، خلاص الراحة الأبدية البيضاء، خلاص لم يعد هناك ما يتعبك سوى وجودك. عدمك خلاص، ولأنك محرقص فإن جلستك لن تطول في الانتظار. ستبدأ بالبحث عن قشة الخلاص، قشة التسليم والاستلام. ستركض وتركض وأنت تلاحق القشة، لن تنتظرها كباقي المنتظرين، فتركض وتركض وتركض خلف قشة الأمل، ناسيا أن الأمل لا يعطي نفسه للمهزومين، لا يكون أملا بموت أو أملا بنهاية، الأمل فقط للحياة والبدايات. تركض خلف قشة الأمل ناسيا أنك بعير بعير عنك. هكذا حدثنا عن البشر. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة ع هوا راديو سوريالي. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2015.